اللي بدهم إياه إنهم بدهم يخلوا منطقة الأغوار كاملة. يجلس العم نبيل وحيدا على عتبة بيته في مكان يكاد أن يكون خارج هذا العالم، حيث أجبرت آخر 14 عائلة فلسطينية على إخلاء منطقة أم الجمال بالأغوار الشمالية بعد تصاعد اعتداءات المستوطنين بحقهم. خلص انتهت، ما ضلش. لا، لما أنا غنمي في بيتي أول واحد صاروا بيسرقوا، بطيحوا بيسرقوا بينهبوا والحكومة معهم، يعني بيجي على غنماتي وهن سارحات بصورهن، هذا المستوطن بصورهن أو عبكراتي بصورهن، وبعد شافي بيجي بالدعي بتصل على الجيش وبتصل على الشرطة إنه مسروق له غنم أو مسروق له بكر، ها بيجي على الحظيرة عندي شايف هاي الصور مهن مصور غنمي، وفي هسه هم مصدقين أي إشي، أي معهم أي مع أي إشي عند الجيش شو مصدقين، تناجي حمل غنماتي من باب بيتي وأخذهم وأنا بطلع حرامي وكذاب. منذ العدوان الإسرائيلي على غزة وضع الاحتلال يده على أكثر من 20,000 جنوم من أراضي الضفة الغربية، مستخدماً شتى الطرق لتهجير المواطنين وفرض سيطرته بالكامل للتخلص من كل أثر فلسطيني بإجراءات مدعومة من حكومة متطرفة تشرف على أكبر عملية نهب منظمة للأراضي الفلسطينية. يبلغ عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية 190 مستوطنة، إضافة إلى 189 بؤرة، 11 بؤرة أقيمت خلال العام الجاري. بيجي شاف مستوطن واحد، بعدها شاف بيعمل بيبدو في خيمة صغيرة أو في خازوق، بعدها بصيروا يدعموا فيهم، بصير مستوطنة كبيرة شايفي، وببلشوا يعني هالسيات هنا عملوا الخيمة هاي ولا الخازوق حول، بعدها بصيروا يزيدوا التامنهم يسكروا عكول حوالي آلاف الدلومات حواليهم. حضر الشاب الأمريكي برفقة صديقته الإيطالية من بلادهما لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني وتوثيق كل ما يحدث لنقل الحقيقة إلى العالم، ورغم أنهما يحملان جنسية أجنبية إلا أنها لا توفر لهما الحماية، فهما أيضا لا يسلمان من هجمات المستوطنين. قبل أيام ارتقت المتضامنة الأمريكية من أصول تركية عائشة نور أثناء تضامنها مع الفلسطينيين المحتجين على الاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية. في الليلة الماضية في ممكن 11 وكمان في 12 وكمان في 9:15 جاءت بسيارة وافتح الضوء كوية علينا وإحنا نايمين. أنا مش نايم عشان أنا أراقب الوضع، بس يعني كل هذه كيف يعني صعوبات وظروف سيئة كتير، وهم بدهم يعني يزرع خوف. هنا في منطقة الأغوار أينما وليت وجهك اليوم ترى علم الاحتلال مزروعا أمام كل تجمع، سيناريو لكابوس متصاعد يطل برأسه على الضفة الغربية، لكن الفلسطيني اليوم يحاول مصارعة هذا الواقع المتطرف وحده مؤكدا أن روحه الكفاحية الباحثة عن البقاء ما زالت حاضرة. لوكالة وفا أسيل صادق.